من يبدأ السعادة كلما حانت حتما بأيدي الخيرين همومنا هانت. الله عون للقلوب إذ استعانت. أفشوا السعادة مستمد لنمكن الإنسان قلبا مطمئن يسعى ويجهر بالحياة وفي العلن. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. زوجة صالحي هي العمق الإنساني بأتم معنى الكلمة. مش قادرين نخرج ونشوف الدنيا. أتمنى أن دامي صحت بنيتي. أحلى شيء في القرية ناسها، بحبوا بعضهم على الأخر. برج الصالحي هي النصف الآخر من جسد الذي لم يبتر. هذا البحر شهد أحداث الحرب العالمية الثانية عام 1945، أحداث قاسية عاشها أهالي هذه المنطقة اللي هم عائلة واحدة، وتشرد الكثير من منازلهم، لكن قوة وصمود الأهالي خلتهم يحافظون على قريتهم ويستردون منازلهم. البرج هذاي موجود عندنا رمز، الرمز متاعه هذوك بالأشارة بالضوء في الليل يتكلم. برج الصالحي تاريخ عريق. كان برج الصالحي يعتبر البوابة التي تحرس القيروان كي لا تسقط الدولة الإسلامية في أواخر العهد الأموي، وما زال لليوم مصدر قوة أهالي صالح. هذا
برج الصالحي، البرج اللي تسمت عليه المنطقة، منطقة أو قرية برج الصالحي. هذه اللي توقع منه عندي الحجارة. شوف سبحان الله مع الزمن شو صار فيه آثار. هذه القرية من الطواحين إلى البحر، كل البيوت موزعة في هالمنطقة. سبحان الله منطقة جميلة جدا، فيها هدوء رائع، ما تسمع إلا صوت البحر والطيور اللي موجودة. هذه القرية فيها خير كثير، راح نشوف. شوفوا جمال المكان. بسم الله نبدأ سعادة جديدة ونضيف الأنساب. وانتقلوا في الحياة معناها في مزارع تربية الماشي عبقار، والجبال هي مراعي، والبحر هو قوارب صغيرة يصطادون السمك ليوفرون ظروف العيش الكريم ويحسون بحياة جميلة. السلام عليكم. يعني مورد الرزق في هالقرية الصيد. سكن. لا أنا خليني أشوف أحسن. ما شاء الله. فما شكون يصطاد بالمجالف، يروح يمشي المساء يرمي الشبك في البحر، والصبح يرجع له الصبح يولي يجبد الشبك يرفع الشبك. احنا نحب نعاونوا رجالنا، والمورد الرزق الوحيد معناها لرجالنا لهنا هكايا هو البحر، الحاجه الوحيده هي البحر. السمك غادره معناها المسافات القريبه، واصحاب اهالي برج الصالحي بذلك القوارب، كيف تتنقل هذه القوارب السواعد. أغلب البيوت من هالحجر، حجر الأحمر. شوف سبحان الله، يعني بنا نص أو عدى النص وترك البعد. هذه إمكانيات. ما عندي حتى عندي رب. سايف شتي ليه مشي هكا منه ومنه هابط تمام. اللي في سنيف الدار. اللي في سنيف الدار. شش نعمل؟ ما شاء الله جميل تصميم البيت، صحيح قديم لكنه جميل. السلام عليكم. كيف حالك أمي؟ عايشين. ربي يعيشك. شو اسمك امي؟ اسمي سالمة. سالمة؟ اي. هذا البيت، هذه صالة البيت. ما شاء الله، نظيف والله. ما شاء الله. نسجل جديد. ذكريات والله. ايوه. حبيت الراديو. جميل والله، ذكرني في أيام المدرسة. كان دائما عندي نفس الراديو. في هدية بسيطة لك. ما نتعب. الله يبارك فيك. يا رجل يا رحمه وين جاية؟ إيش في؟ هذه عشان تروحي تتعالجي وإن شاء الله تروحي العمرة. إن
يا رب الله يبارك فيك. يا رب يرحم والديك. سامحينا يا أمي، سامحينا. اسمع خفصت انك ولدي وجايبتك نايم تقوني زر. نلتقي على خير ان شاء الله. يا أمك. ما شاء الله عبا. شوفوا شو لقينا. ما رايحة حلوة. سلحفاب الرية. شوف راحة القصر. يلا كبلوا. تعالي. يلا كملي. روح. يلا انتي في الشارع. أسرع. يلا انتي آخر واحدة. الحمد لله. ما شاء الله تخلي القصب. شوفوا هذه بعد وحدة والثانية. شيخ عبد القادر. سلام. كيف حالك؟ شو تشتغل؟ ما تشتغل شيء. ما تشتغل؟ والحين تقاعد؟ يزيل شوية تقاعد السمو حضنها هكا ولا شهرين تعلدها بعد نشرو بها في الحفاظات وما تكملش الحفاظات هذا كهو. الحمد لله. بيقول الحمد لله يعني. الحمد لله ديما نحمد ربنا يعني نشكر حفظ الله. فهمت؟ الحمد لله خاطر احنا ربي خلقنا وهو قدر علينا. احنا الضعفاء وربي القوي، احنا الفقراء وربي الغني. هو الولي. الحمد لله. من اسماء رب العالمين الولي. معنى. صحيح؟ اي. فهو اللي يتولانا دائما برحمة الله. هو الولي الاول. هو الولي. الظاهر والباطن. ما لا يعرف كل شيء. لا اله الا هو الحي القيوم. الذي لا يسهى ولا ينسى ويسمع دمكة النملة في الليلة الظلمة على الحجرة الصم. الحمد لله العالمين يا رب. الدواء نشر كل شهر ما فهمش 70-80 ألف دواء. هذاك يعيش بالدواء مرض مزمن عند القبض يسرقون بالعشر أيام وأكثر ما يسيبش الملك كبير. هذه أختك؟ أختك. تتكلم هي؟ هذيك تتكلم أما ما عادش تسمع. ما عادش تسمع. في مشكلة في القريب في السمع. في السمع. في السمع والنطق وعندنا جميع أنواع الإعاقة. حاجة إلهية. حاجة ربي. حاجة ربي نحملوه. ربك يعطينا الخير ونقول والله فيما تجي حاجة لو خلنا. أمي أنت كيف صابر يعني؟ سبحان الله كلامك يعني كله صبر. الصبر هو مفتاح الفرج. لازم الصبر، الصبر لابد منه. بابا مرض وأمي مرضة ومرتي مرضة وأختي ذيك والولد هذا خمسة في العائلة مرضة. مصبتة لهني وربي معاوني. والفلوس على قدها. عمي شو منيتك؟ شو تتمنى؟ أتمنى يرضى علي والدينك أهو. وأبوك يرضى بس علي. أكهو. الحمد لله. مال. ماما وبابا وين؟ الله يرحمهم. الله. أكيد رضوا عليك. الحمد لله رضين علي. الحمد لله. رضين علي. هذا الأهم بر الوالدين ما في أجل. ماذا؟ ليه بكيت أمي؟ ليش بكيت؟ بكيت تفكرت أمي بقى. الله يرحمه. زي ما نتفكرها. الله يرحمه. إيه. الله يرحمه. بس في حملتي. وقبرتهم بيدي، ما قبرهم حد، ما خليني حتى واحد يقبرهم، قبرتهم بيدي. وزوجتي كيف. الله يرحمه. شو اسمها؟ نعيمة. نعيمة؟ ما تسمعك شيء. ما تسمعك شيء.
سمعك. شوف شوف الحركة من شو تقول. قالت لك أنا مريضة ومو هالنهارين طلع لها مرشة دم بالخشمها تفجر قريب تفرم الدم. تقول إن الدم في الأرض. الحمد لله الحمد لله. حتى هي تقول الحمد لله. اسمعش زمان دول يا ولد. إحنا تسمعش به. يأكل في الجوت ويستنى في الموت. يأكل في الجوت ويستنى في الموت. يأكل في اللي كتب ويستنى في رحمة الله. أمي سبحان الله يعني أنت في بلا. لكن أنت عارف كيف تعيش معه. الحمد لله. هذه نعمة. الحمد لله. زم صبر. الصبر لابد منه. صدقت والله. أمي. الصبر لابد منه. صحيح. مال. أمي قد يكون اللي في اللي في الظرف هذا نتيجة جزء من صبرك يا رب. الناس لناس أجيال وأزمان بعض لبعض موعين أينما كانوا ربي يعينكم في البلاء على الوقت ربي يعينكم ويكسر من أمثالكم يا رب. كسر فيكم رب يبارككم أحب كرفراكم أكاو يز شغل وتعملوا تعملوا نكهة في الهاب في القلب تعملوا شرجية تعملوا حاجة طيب فهمتني أكاو مش حاسي بالفلوس بفتة شيء وجوكم الطيبة فيه البركة فرهدني وتقول إحنا دي مشاهدين في حبل الله المتين حبل الله المتين جميل والله ولا يضيع أجر المحسن يا يا رب الله يتقبل ربي يبارك عمي راح يزوروك الشباب راح يسوي لك صيانة في البيت وفي مشروع إن شاء الله في القرية راح تكون أنت جزء من المستفادين منه ربي يبارك لكم يا رب معك إن شاء الله في الذرية والصحة ويرضى عليكم ربي والوالدين ويكسر من ذريتكم الله يبارك شو قالت؟ قالت لي جيب لهم الكرسي وقال قلت لها يخدم شكرا قولي لها راح يجيها ان شاء الله كرسيها وسريرها يا رب تعرف تعرف تشرح لها اي تعرف يلا اشرح لها قولها نعم بلال والجن انا من فاكر جاتك يا راكم منورين كل كيك النوار كل ورد بارك الله فيكم ربي يبارك لكم تدعي عليكم بالخير كم عمرها هي؟ ها؟ كم عمرها؟ عمرها 63 عام 63 قولها راح توصل لها هدية عمي الله يبارك فيك سامحنا بارك الله فيك الله يجمعنا معك الخير عيش الله يبارك فيك يرحم والدي شكرا يا عمي بارك الله فيك وما تأتي السعادة بالأمان ولا رمي العتاب على الزمان استعن بالله والإيمان واسعى وهل في الأرض بشر لا يعاني. السلام عليكم كيف الحال؟ في ناس تشتغل في البناء وناس ما شاء الله في الزراعة يعني صحيح معروفة في الصيد لكن ما شاء الله شوفوا الخطرة السلام عليكم احنا نتفقد القرية فقالوا لنا لازم تسلمون على معاوية الشباب لما جوا عنده قالوا بشوش يضحك الحمد لله واللي الكبير مبهاه يا ما شبه خدم ذهب نلقاه وقت الشدة خدم ذهب نلقاه وقت الشدة يما هاي 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 يما هذه جلسة العصرية ها؟
اللي يعاون العبيد ايوه ويكشف عليهم وشنو ناقص وشنو عنده وشنو كذا، ابي يا ربي يكلف بها سيدنا عمر هكذا وانتم تمشوا في نوع منه يتفقد الزواوله والناقص ويتفقد كمان. نعم الله يحفظكم ان شاء الله. وانت الله يحفظك يحفظك ربي معاكم ان شاء الله. يرعاكم ويعاونكم. ياسين وآدم من برج الصالح. يلا ابتسامة، واحد اثنين ثلاثة. الصدقة في بعض الأحيان تحتاج إلى جهاد مع النفس، تعيش في صراع بينك وبين نفسك، يعني تقول يمكن هذا الشخص مش محتاج، خلينا تصدق آخر الشهر، عائلتي أولى، وتبدأ تحط أشياء. لكن بمجرد أن تخرج الصدقة وتصل للمحتاج راح تبدأ تشوف أثرها وتحس بالخير اللي سويته، ومع تكرار الصدقة يختفي هذا الصراع وتتحول إلى سلوك. الصدقة عند بعض الناس عادة، وعند بعض الناس عبادة وسعادة، وعند بعض الناس لا هذا ولا هذا. أهل برج الصالح، أهل فيما نحن كلنا نمثل بعضنا. سرطان عفنا وعفكم الله. السلام عليكم. ما شاء الله جميل كوثر. هي ما تعجبش تتكلم بيكي. أنت اللي تتكلم عنها. إسراء كم عمرها؟ 11 سنة. 11 سنة ما تحكيها نهائي.